تحية المدير، تحية خويا اللي ما صعدناش لحد باش نتأهلوا النهائي. إذن على بعد لحظات على انطلاق هذه المباراة النهائية التي ستعدنا بالكثير والكثير بين فريقين. إذن متابعينا الكرام، أنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة. معنا سيد كاتب جمعية مستقبل التنمية والتواصل، غادي يعطينا كيفاش تم تنظيم هذا الدوري الختامية. ستنطلق المباراة عبر صفحة العربي الشبيهية. معكم الكاتب العام ديال جمعية المستقبل للتنمية والتواصل. حنا جمعية اللي كنهتموا بزاف ديال الميادين، من بينها الميدان الرياضي اللي ارتئينا في هذا الشهر المبارك ديال الشهر. اذا تنطلق المباراه بجس النهضه من كلا الفريقين، كره عند فريق اصغر يصدع الظروف المهدي. المهدي ماذا يفعل؟ تمريره خاطئه. كنشكر الموتور اللي صار على هذا الدوري هذا، اللي صراحه كان تنظيم جيد. اليوم تلعبوا المباراه الختاميه للدوري الرمضاني. نعم، اليوم كاين المباراه الختاميه اللي كتجمع بين جوج فرق اللي بصموا على واحد المسار جيد طيله الدوري هذا. نعم، فكيف ما قلت لك كنشكروا. اذا نظره من تلفيز محمد السعدي، هل ستذهب الحمام المرمى؟ هل ستاتي بجديد سنرى ذلك؟ كره كره كره. اذا لن تقدم صراحة المباراة كنتمناو تتوفي بالوعود ديالي ان فريقين كبيرين من احياء عريقة. وتدخل الحارس وضربة خطأ للحارس. اذا جس النفض من كلا الفريقين. اذا كرة عند يونس عيساوي. يونس عيساوي ماذا يفعل؟ الريضة 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 الربط الريضة الربط الى سفيان الطائري. سفيان الطائري كتخرج ضربة تماس. اذا ضربة خطأ من تجويع عبد المجيد الزهيد. عبد المجيد الزهيد تدخل حسن 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 من طينة الحراس الكبار، حسن الذي عاصر أجيال. حسن حارس مرمى نعد له بمستقبل كبير. إذا كرة كرة للزاوية صراحة، إنقاذ ولا أروع من طرف حسن. حسن حارس ممتاز. إذا ضربة ركنية ينفذها إسماعيل طعين. إسماعيل طعين كرة 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 تدخل مصطفى الرحماني. مصطفى الرحماني تعود لفريق وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى ينفذ الحارس حسن. حسن مديفال. حسن كرة طويلة لي تقدم جديد الحارس مرمى فريق أصغر. إذا الضغط على حامل الكرة ما يمارسه لاعبي فريق مصطفى. مرت محادية للمرمى. مباراة هيتشكوكية من أولى دقائقها. مباراة ستعدنا بالشيء الكثير. إذا مباراة تنقل على المباشر من قناة شوف تي في. كنتمنوا من اللاعبين يقدموا كل ما عندهم. إذا الكرة عند دوار صخرة، كرة عند فريق صخرة. يسترجع اسماعيل، اسماعيل اسماعيل اللي هو دينامو خط الوسط لفريق الشبال ولاد عمارة. ويشبه الكثير بمودريتش. كرة كرة عند صخر، كرة عند صخر، كرة عند ايوب جنادي. تعود ديال الخلف عند عثمان رضواني. رضواني من يفعل عند ايمن 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 ايمن. ضغط ضغط على حامل الكرة من طرف مصطفى. مصطفى يمارس ضغط رهيب على حامل الكرة. ومصطفى مصطفى يسترجع الكرة ضربة تماس. كرة كرة إلى خارج إلى ضربة مرمى. الآن مباراة صراحة، مباراة جس نبض بين الفريقين. لا يريد أي فريق أن يغامر، يحاول كل فريق أن يرتب صفوفه في الخلف. إذا كرة عند حارس مرمى، كرة عند حارس مرمى. ماذا يفعل؟ ماذا يتدخل عند حسن؟ حسن صراحة كيعطي الاطمئنان للمدافعين بشكل كبير. حسن حسن ماذا يفعل؟ حسن إلى اسماعيل اسماعيل اسماعيل.
سير مصطفى إذا بصراحة اليوم زارونا بزاف ديال النجوم والنجوم والتحاق. عزيز النخلي لاعب فريق شباب المحمدية اللي كيبصم على موسم كبير وكبير رفقة الإطار الوطني محمد فخر. إذا نعود للمباراة نعود للمباراة إلى إسماعيل 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 كيدافع الكرة ديالو كتمشي ضربة مرمى عند حسن. صراحة فريقين كل واحد حذر من الآخر، فريقين كل واحد يحاول أن يقدم مباراة في المستوى، مباراة صراحة رقات لكل التطلعات ديال الجماهير ولا ديال المنظمين. كرة 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 اسماعيل اسماعيل دائما وقت الوسط يسترجع كرات عديدة وسط الملعب. إذا نذكر بهذا الدوري الرمضاني النهائي الدوري الرمضاني اللي كتقوم به جمعية المستقبل التنمية والتواصل. إذا مستوى كبير، هدف جميل، هدف جميل مصطفى مصطفى اللي بصراحة ملي بدات المباراة هو كيتربص للخصم. صراحة مصطفى لاعب من طينة اللاعبين الكبار، من أنصاف الفرص كيسجل. إذا نذكر بهذا اللاعب مصطفى لاعب سابق لفريق وفاق بوزنيقة، للأسف الفريق اللي ما ساعدوش لحد باش يبقى معنا في بصراحة. أيضا جانا اليوم من ديج بوزنيقة مهدي مهدي السعدي. صراحة مهدي أسير عثمان قطع عثمان بصراحة اليوم زارنا واحد 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 الشخص اللي كان هو كنتبقوا له مستقبل زاهر في كرة القدم، مهدي الوزني. تحية لك سي مهدي الوزني من هذا المنبر. نعود للمباراة نعود للمباراة حسان، كرة خطيرة تمر محادية للمرمى. الآن صراحة هدف أول غادي يعطي للمباراة واحد النكهة خاصة، غادي يعطي للمباراة واحد الإثارة خاصة. هدف واحد في 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 عالم كرة القدم لا يساوي شيء. ننتظر العودة من فريق الصخرة. كرة الآن صخر كيمارس الضغط اللي كيعود في المباراة. مصطفى مصطفى من لمسة واحدة مصطفى إلى صراحة اسماعيل لمسات ثقة في النفس، ثبات في الأداء، ثبات في المستوى، كيقدم مباراة رائعة صراحة. فريق أشبال ولاد عمارة دخلوا في المباراة بشكل جيد، دخلوا في المباراة وهما ثاقين في نفوسهم. حسن حسن هذه الكرة يا حسن لا تقدم جديد في المباراة، عليك بلعب كرة في الأرض. إذا تعود تدخل من اللاعب إسماعيل طعين، إسماعيل طعين اللي بصراحة مدافع من طينة الكبار، قدم قدم موسم جيد مع فريق الصخر. إذا ضربة تماس تماس لطرف إسماعيل، إسماعيل يلعب بشكل كبير. أو إسماعيل إسماعيل من لمسة واحدة إسماعيل كيخلق الفريق، تعود لفريق الصخر. إذا مرتدة مرتدة مرتدة، ماذا يفعل فريق الصخر؟ وتدخل تدخل من طرف محمد السعدي، مدافع من طينة الكبار، مدافع اللي ملقب بالطرطور. صراحة الطرطور من طينة الكبار. سي محمد الطرطوبي لاعب سابق وفاق بوزنيقة. غلط في الاسم سي محمد الطرطوبي، اعتذر اعتذر جدا. كذلك اللي شعب لعب تعود المباراة تعود المباراة، ضربة ركنية تعود لمصطفى. مصطفى مصطفى كيلعب بشكل 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 جيد. مصطفى من لمسة واحدة كيخلق الفريق، من لمسة واحدة تلقى الكرة عند الخصم. مهدي 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 لن تقدم جديد إلى الصخر، فريق الصخر صراحة اللي توما دخلوا في المباراة، دخلوا في المباراة بشكل جيد. خارجة إلى ضربة مرمى. إذا باش نذكروا بهذا نهائي الدوري الرمضاني اللي كتقوم به جمعية المستقبل للتنمية والتواصل، اللي كتقوم بهذا الدوري. كنشكروها هنا بدورنا، كذلك كنشكروا كل أعضاء الجمعية، كذلك كنشكر الحضور اللي شرفنا اليوم لاعب فريق نهضة بركان الشرقي البحري، كذلك عزيز النخلي لاعب فريق شباب المحمدية، وكذلك
شكر خاص كل عضو اعضاء مجلس بلدي طارق السعدي عمر حلوى كذلك مباراة تسديدة رائعة مصطفى اللي كيقدم مباراة في المستوى مصطفى لأداء ثابت لحد الآن نتمنى استمر أداء فريق الصخر أيضا يحاول أن يأتي بهدف التعادل لا شيء حسين في المباراة الآن 1-0 لفريق ولاد عمارة هدف واحد في عالم كرة القدم لا يساوي شيء المباراة مازال مستمرة المباراة على واطيس ساخن بين الفريقين مباراة صراحة ارتقات المستوى اللي كنا كنتسناو جميع مباراة حارقة الآن كرة عند حسن كرة عند حسن إذا نذكر بالدوري النهائي الدوري الرمضاني اللي كتقوم به جمعية المستقبل للتنمية والتواصل بمدينة بوزنيقة وبخصوص بالضبط بحي ولاد عمارة حسن صراحة حسن اللي كيذكرني بالأداء ديالو من الحارس الكبير فريق رجاء البيضاوي الزنيجي صراحة صراحة أداء ثابت إذا الكرة عند عثمان صراحة اللمسة الوحيدة الفريق يؤدي بشكل جيد الآن ضائعة هذه الأخطاء لن تتكرر هذه الأخطاء بدائية جدا كرة عند فريق الصخر لعدم كيحاول فريق الصخر تعود لفريق الصخر صراحة فريق الصخر كيقدم مباراة رائعة كرة عند الحارس يوسف عيساوي عند سفيان عند اسماعيل كرة اظن انه كرة طويلة لا اذا كنشكروا كذلك احنا بدورنا كنتمنى الشفاء اللاعب الغائب عن المباراة اليوم عثمان الشبيهي للاسف كيبقى هو الهدف الدوري الرمضاني عثمان الشبيهي ب 8 اهداف رغم الإصابة ديالو فهو بقى متربى على عرش هدافين الدوري صراحة عثمان اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل لاعب لي في المستوى كنبداو ليه بمستقبل كبير خطأ على مصطفى اللي كيمارسو عليه ضغط كبير فريق الصخر صراحة ما نساوش أيضا الحكم العربي شبيه اللي كيدي مباراة في المستوى رائعة كرة ديال الكبار كرة رائعة جدا وتدخل حارس اللي صراحة حارس رائع تدخل كرة رأسية عثمان يضيع عثمان صراحة دخول الان ايوب بودرس لايضا كتمنى وعطى اضافه في وسط الملعب كره عند الصخر مدافع اذا ضربه زاويه لاسماعيل اظن في راس عدلي مصطفى خطا في المربع فريق الصخر رغم الخساره ديالو بهدف لواحد فانه كيبقى ثابت في المباراه غادي بخطى ثابته نحو هدف التعادل وتدخل الفتى الصغير صراحه كترجع كره للوراء كره إذا أظن أن بدأت بعض العشوائية في لعب فريق ولاد عمارة لا شيء حسن في المباراة عليكم بتتبيش أقدامكم في الأرض كرة عند مصطفى لاعب من طينة الكبار اسماعيل مودريتش يرجع إلى الوراء لحسن لتبات في المستوى بشكل رائع حسن كاد أن يرتكب خطأ له مرة صخر لاعب رائع صخر أيضا يحاول
الصخر قلتها منذ البداية لن ينزل أيديهم. صخر فريق رائع هو أيضا صراحة، مباراة بين جوج فرق صراحة اللي تلعبوا كرة بشكل جيد ويستحقوا أنهم يتواجدوا في النهائي. إذا نذكر أن المباراة تنقل مباشرة على شوف تيفي. مشكورين الأخ الصحفي من شوف تيفي اللي جانا من ديج بسليمان اللي نقل هذه المباراة. تعود لفريق أولاد عمارة. أولاد عمارة خطأ في التمرير. تدخل مدافع دريس بصراحة وقف بشكل جيد. فرقس خطأ. بدأت بعض التدخلات عنيفة من فريق ولاد عمارة. نتمنى أن تستمر المباراة في جو أخوي، في جو حبي بين الفريقين. نمر إليك الأخ أنس. أخ أنس أنت غادرنا نحو الاستوديو. إذن كرة التماس لفريق الصخر صراحة المباراة كنظن غادي تحسم في جزئيات بسيطة. حسن صراحة حسن يلتقي الكرة في السماء بشكل هادي، عنده واحد التبات انفعالي رائع ما شاء الله. نتمنى يستمر المباراة كاملة. خطأ تضيع كرة لن تتكرر كثيرا في المباراة. كرة كيف ما قلت لن تتكرر كثيرا في المباراة. عليك باستغلال أنصاف الفرص يا صديقي. رجعوا للمباراة اللي بصراحة فرص قليلة وقليلة جدا، لكنها فرص حقيقية للتسجيل. كرة عند حسن. مباراة 30,000 محارب، 2,000 متطايرة ووجوه حارقة. أقول ووعد أقول مباراة الشكوكية بين الفريقين صراحة يستحقونها. إذن كنشكر الزميل شراط على الالتحاق بالاستوديو صراحة اللي كنا كنتسناوه من شحال هذه، غادي يعطي المباراة واحد الإثارة واحد الشكوكية. تفضل زميل شراط. شكرا على الخط. ضربة خطأ لفريق الصخر. فريق الصخر صراحة يستحق هذه المكانة في النهائي. إذن أخي شراط. الحارس لا بالمصاد. أقول وأعود أقول لا بالمصاد. ركنية لفريق الصخر. ركنية. هل سوف تدخل إلى المرمى أم نعم أم لا؟ سوف تدخل. أقولها. إذن زميلي شراط كي قطع عليه الخط. زميلي شراط اللي بصراحة كنا كنتشاطروا، ولكن عنده بعض الالتزامات خصو يمشي ليها. إذن كنرجعوا للمقابلة عند حسن. حسن اللي بصراحة تدخل انتحاري كذا أن يأتي بهدف التعادل. كرة عند عثمان. كرة طويلة لن تأتي بجديد في المباراة. ترجع لفريق الصخر. تدخلات محسوبة لهذا المدافع. صراحة مدافع رائع. هاد الكرات بحال الكرات كيدلوا على شيء، كانوا يدلوا على فقط التركيز لفريق الصخر. ولد عمارة صراحة ضغط كبير على حامل الكرة. وسط الضغط كيبقى عنده واحد الثبات في حالي رائع. نعود لزميلي شراط. زميلي شراط كيف ترى هذه المقابلة؟ مباراة إشكوكية صراحة. ركن لفريق الصخر.
ركنيات الجهه الشراطه. كما كنلاحظ فريق الصخر كيعتمد على ثلاثه جوج واحد مصطفى السعدي في الامام، كذلك خطي الدفاع اللي كيتقدموا المهدي. المهدي كره طويله، كره طويله، تدخل الدفاع، تدخل الدفاع. هذا لاعب خطير، هذا لاعب صعباطي، هذا لاعب صعباطي. اوه حسن، حسن رائع، حسن تدخلاته محسوبه، تدخلاته بالورقه والقلم اخي شراطه. كيف ما كتشوف حسن صار كده. اوه لا، زايده زايده هذه المراوغه، زايده اخي هذه المراوغه، زايده زايده. كان عليك التسديد في الاول، لن تتركها من جهه الحارس. تعود لفريق الصخر، فريق الصخر اللي كيحاول، فريق الصخر اللي دخل في المباراه بشكل جيد. اوه تدخل عثمان. اوه بدأت تظهر بعض الاخطاء، بدأت تظهر بعض الاخطاء في المباراه. وقلب عليه وجوج جوج، زيد على سفيان، كورت في عنده ولا وقف، دور عنده دور عنده. لا شديد الكره في هذه المباراه، النتيجه 1-0 لفريق الدوار واد عماره. ليش؟ ولكن اقول سوف تكون مباراه هيتشكوكيه. تضرب الشبكه كيف ما قال، مباراه هيتشكوكيه بين التصادم في، والحكم يوقف المباراه لكي يعطي الافضليه للفريق الاحمر. السي العربي اللي صراحه كيأدي مباراه في المستوى، احترام من طرف اللاعبين. سير عثمان، سير عثمان، لا داعي للنرفزه، لا داعي للنرفزه، ستخرجك عن المباراه. زويل زويل وقفت في الفلاح، وقفت في الفلاح. ديانا ديانا على دور 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 تما دور تما دور تما. عثمان وعثمان فين غاد؟ دور تما. كرة عند حسن، حسن اللي بصراحة حسن له الفضل، الفضل الكبير في بقاء شباك نظيف الولاد عمارة. كرة عند 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 اسماعيل، اسماعيل كيقدم مباراة ممتازة لحد الآن. هذا المدافع بصراحة عجبني، هذا المدافع انتقل الآن ليلعب في الرواق الأيسر. أوه مدافع اسماعيل، اسماعيل كيحافظ على الكرة ديالو بشكل جيد. اسماعيل اسماعيل هو تدخل الدفاع، تدخل الدفاع. بصراحة المباراة تمر في جو اخوي بين الفريقين، كاين التحامات قوية ولكن المباراة تمر في جو اخوي، وهذا الشيء اللي بغينا باش تنجح التظاهرة. إذا ضربة خطأ لفريق ولاد عمارة، ضربة خطأ اللي كتنفذ من طرف اسماعيل، اسماعيل اسماعيل اسماعيل. أوو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 و
الحلول على وعسى تأتي بالأهداف. فريق الصقر ينهجوا عكس هذا النهج، ينهجوا اللعب كرة أرضية كيف ما تنقولوا دقة دقة. إذا فريق الصقر ما دافع، فريق الصقر، فريق الصقر سدد سدد تسديدة عاودها عاودها ولدي، عاودة تسديدة رائعة صراحة صراحة، تسديدة ريح قدو ريح، تسديدة غير معطرة ولكنها أظن لو أعيدت في المباراة ستأتي بالجديد. كرة عند حسن، كرة عند حسن، كرة عند حسن مدام حسن، مثل هذه الكرات لن تأتي بالجديد سي حسن. نعود للمباراة، نعود للمباراة، وهذا المدافع الرائع يخرج بالكرة بشكل جيد. المباراة بدأت تتوقف بشكل كبير، ما بغيناش ندخلوا في هذا الروتين ديال توقف المباراة بشكل كبير، بغينا ريتم عالي، بغينا مباراة ترقى بالمستوى ديال نهائي دورة رمضانية. كرة فريق الصقر طويلة 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 طويلة، حسن حسن صراحة تدخلات حسن محسوبة سوى بشكل جيد. لا يفوتني نسي ان انوه باللجنه التنظيميه لهذا التظاهر. ما زالت تدخل رائع، تدخل شتي الكره، شتي الكره دريس 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 سدد دريس. صراحه هدف محقق تضع من طرف السي محمد الطرطوبي، السي محمد الطرطوبي اللي كيأدي مباراه في المستوى. دينامو خط الدفاع كتلقاه في خط الوسط، في الاروقه، في يعني في جميع الاماكن في الملعب. اذا الزاويه زاويه زاويه ستاتي بجديد. زايده شويه زايده شويه، تعود كره الى ضرب التماس، ضرب التماس لفريق الصقر.
نعود للزميلي شراط للتعليق على اجواء هذه المباراه. زميلي شراط كيف ما كتشوف 1-0 مباراه ستحسم على جزئيات بسيطه. نعم اقول سوف تحسم على جزئيات بسيطه لان فريق الصخر صراحه يهاجم في هذه الايه يهاجم بكثير يهاجم يمارس ضغط رهيب على مرمى حارس حسن. خطأ فادح من حسن الفوز ولكن يلعب المرسى ولكن مرت بسلام على المرمى ولكن يسعى خطأ حسن الفوز. دخول ايوب الحلاوي وخروج عثمان رفع ايوب الحلاوي اريار جوش. اذا صراحه المدرب فؤاد ناصر الذي لا يمل عن اعطاء التعليمات لفريق الصخره مدرب صراحه وجد فريق في المستوى. الان صراحة فريقين يؤدون مباراة في المستوى كما كنا ننتظرها. كرة الآن فريق أولاد عمارة بدأ ينهج كرات في الأرض. دريس الصخر يمارس ضغط رهيب. أظنها عادية سيدي الحكم لا تتوجب الصافرة. إذا نعود للمباراة. خطأ لدرا خطأ لأولاد عمارة. كره عند ايوب الحلاوي مارس محمد ترطوبي كره غائق وراها هربش اسماعيل حواش مرر الحارس. عبد المجيد زيد اللي بصراحه كيأدي مباراه جميله في خط الوسط كيسترجع الكرات كره عند ايوب حارس صراحه في المستوى ايضا هو رغم استقبال مرمى الهدف الا انه يؤدي بثبات في المباراه. لحسن الحارس ديال فريق اتحاد الصخر صراحه حاضرين في المباراه بشكل كبير. اذا اصابه المهدي صراحه ايوب بدرس لاعب كبير ولكن لم يعطي فائده الدوري كثير. أنا أقول لاعب كبير ولكن لم يعطي فائدة الدوري. إصابة المدينة نتمنى أنها تكون إصابة طفيفة لكي يرجع إلى أرضية الملعب. المهدي الآن يقوم بخير وسلام. تتسالف المباراة الآن. كرة طويلة تدخل حسن كرة مرتدة نتمنى انه يسدد. واسماعيل صراحه اسماعيل ارجع المهدي ارجع واحد كره مرتده الفريق الصخر. حسن يسترجع كره عفوا ادريس كيسترجع كرات كثيره في خط الدفاع. رجع سدد صراحه سماته كبيره من دفاع فريق ولاد عماره من طرف فريق ولاد عماره اللي كيأدي مباراه دفاعيه بشكل مستوى بشكل جيد. نعود للمباراه. الصخر يمارس ضغط رهيب ورهيب جدا على تركت المدافع خلف ظهرك يا صديقي. لا هذه الاخطاء بدائيه جدا. رأسية خطيرة من مكان خطير. إذا نعود لزميلي شهيبة شراط. شراط مباراة اللي بصراحة مباراة رائعة. صراحة عشان أقول مباراة رائعة بين الخصمين والله أقوله زميلي كيف قال يقولها دائما مباراة خطيرة. كرات طويلة مثل هذه لن تأتي بالجديد يا صديقي. كرات مثل هذه ستعطي نفس جديد للخصم. إذن صراحة فريق ولاد عمارة كيربح التحامات كثيرة. مباراة كتلعب على الجزئيات اللي ضابط خط الوسط وكذلك من يربح التحامات كثير سيفوز سيحسم المباراة. كرة عند
ترطوبي ترطوبيني بصراحه كيف سمع على مباراه رائعه. عجبني الدري هذا بصراحه كيف سمع على مباراه رائعه في المستوى. الجمهور الان كيشاهد المباراه بواحد الترقب. نتمنوا نسمعوا تشجيعات الفريقين. نتمنوا المباراه تحمى وسط الملعب والخارج. هذا اللاعب رائع، هذا اللاعب يؤدي بشكل جيد، خلق مشاكل في الاروقه الفريق ولاد عماره. إذا خروج إدريس اللي بصراحة قدم مباراة جميلة في خط الدفاع. رجعوا حسن، حسن لولا حسن لاستقبلت شباك ولاد عمارة العديم الأهداف. لولا حسن لكان فريق صخر فائز بثلاث أهداف أو أربعة. نعود للمباراة، نعود للمباراة ركنية صراحة. حارس من طراز رافع، حارس وسط غابة جميل الأرجور يلتقط الكرة. الآن زاوية، زاوية هل ستأتي بجديد أم لا؟ سنرى الآن زاوية، زاوية عليك ببعض التركيز في تنفيذ الزوايا. كرة مرتدة، مصطفى الآن رجع للمباراة، مصطفى الآن أظنه مفتاح من مفاتيح المباراة. مصطفى تسديدات مثل هذه تعجبني كثير في المباراة، نتمنى أن تعيدها. مصطفى كرة، كرة غتكون طويلة من الحارس، كرة غتكون طويلة من الحارس. هاد اللاعب، هاد اللاعب صراحة اللي ضابط ضابط ايقاع خط الوسط الفريق الصفر. كرة، كرة ترطوب، ترطوب، ترطوب بمدافع. عنده صراحة بنية جسمانية قوية كتخول لي انه يربح الالتحامات وتكون عنده تدخلات في محله. نعود للمباراة، نعود للمباراة عند الحارس فريق الصخر. كرة عند عبد الرحيم زوير، عبد الرحيم، عبد الرحيم عند أيوب حدادي، أيوب حدادي عند عبد الرحيم، كترجع عند عبد الرحيم. أيوب حدادي مثل هذه الكرات لن تأتي بالجديد صديقي، مثل هذه الكرات ستضيع عليك العديد من الفرص. كرة عند حسن، كرة عند حسن سينفذها بسرعة، سينفذها الحارس المخضرم اللي كيأدي المباراة بشكل جيد، تألق بشكل كبير صراحة. حارسين في المستوى، حارسين من طينة الكبار. الآن دقيقتان فقط على انتهاء الشوط الأول، هل سيبقى التقدم لفريق ولاد عمارة أم ستكون الكلمة الأخيرة لفريق صخر؟ إذا كرة، كرة، كرة عند مصطفى، مصطفى مدافع، مصطفى مدافع عند إسماعيل. صراحة الآن تدور الكرة في أرجل لاعبين ولاد عمارة بشكل رائع في محاولة جس نبض الفريق الخصم، في محاولة لكس. تضيع، تضيع، ليس فيها خطأ. هدف، هدف في آخر دقائق، هدف سيخول لفريق الصخر ان يدخل لغرفه الملابس وهو مرتاح صراحه. هدف جا في الوقت ديالو، هدف رائع من خطا من طرف اسماعيل اللي كان كيأدي المباراه بشكل جيد. لا عليك اسماعيل، مازال المباراه طويله صراحه. كره هي اخطاء من خطا واحد استطاع فريق الصخر ان يسجل. كانوا مركزين، كانوا مركزين في المباراة وجابوا الهدف. كرة،
كره 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 كره. هذا اللاعب اللي عجبني، هذا اللاعب اللي عجبني صراحه، ثبات في الاداء، عنده واحد الثبات الانفعالي ما شاء الله. كره عند الصخر، الصخر اللي بصراحه ما نزلش يديه منذ بدايه المباراه رغم تلقيه للهدف، الا انه بقى مركز. مصطفى 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 حل من الحلول، مصطفى حل من الحلول. كره لاعب رائع، لاعب تدخل تدخل اسماعيل، تدخل اسماعيل الملقب بمودريتش ولد عماره. اذا لحظه تخليله وغدت الحكم من على نهايه المقام. اذا نهايه الشوط الاول بين فريقين، فريق اشبال المحيط وفريق شباب المحيط اشبال دقيقه، نتيجة هدف مقابل هدف. صراحة شوط أول قل المستوى، المستوى الكبير للفريقين. صراحة كنشكروا الفريقين على المستوى الرائع اللي قدموه في الشوط الأول. استراحة قصيرة ونعود بكم مشاهدينا الكرام إلى بداية الشوط الثاني. إذا دقائق وستنطلق الشوط الثاني من المقابلة. دقائق متابعينا الكرام، دقائق وستنطلق او سينطلق الشوط الثاني من المقابله. لحد الساعه هي واحد هدف في كل مرمى، هدف لهدف بين الفريقين. مقابله كانت جميله في هذه الاثناء. غادي ننتقلوا مباشره للشوط الثاني من المقابله متابعينا الكرام. كانت مقابله جميله، كانت فيها نديه بين اللاعبين. فشكر كبير لساكنة جماعة أو ساكنة بوزنيقة. دخول بعد دخول أي تمنى إلى الملعب لن يضيف إلى الكرة المغربية أي شيء. دخول أي تمنى إلى الملعب لن يقدم، أعيدها وأكررها. تصفيقات لأي تمنى، تصفيقات لأي تمنى، تصفيقات لأي تمنى. إذا دقائق قليلة وغادي ينطلق الشوط الثاني. أظن أن هناك مشكل تقني في المباراة. إذا حكم العرب الشبيهي ما يعطي انطلاقة الجولة الثانية. دائما نتيجة هدف مقابل هدف، كل فريقين فريق أشبال. نعود للمباراة. كرة خطيرة، كرة في بداية الشوط الثاني كادت أن تأتي بالجديد. ركنية لفريق صخر، فريق صخر اللي بدا الشوط الثاني بشكل جيد. مصطفى مصطفى ضربة خطأ، ضربة خطأ مصطفى، مصطفى يلعبها بسرعة لحسن، حسن حسن ماذا يفعل؟ حسن دريس، دريس اعتذر دريس. تعود لفريق صخر، صخر ورج فريق أولاد عمارة اللي دخل الشوط الثاني بشكل غير مركزين بشكل كبير.
اظن ان تاثير الهدف الاول في الدقائق الاخيره جعل الفريق الصقر انه يفقد بعض التركيز ديالو في بدايه الشوط الثاني. حتى اصابه المهدي اظن ان اثرت بشكل سلبي على اللاعبين. نعود للمباراه. حسن تدخل هذا اللاعب اللي عجبني بزاف. هذا اللاعب يقطع كرات عبد المجيد صراحه اللي لاعب في المستوى، فاز بالعديد من الالتحامات الهوائيه، كذلك يلعب كرات في الارض، ضابط خط ايقاع الفريق الصخيري. نعود للمباراه، نعود ضربه خطر. خطورة صراحة لجات تأتي من اللاعب مصطفى. هاد اللاعب اللي بصراحة التسديدات ديالو كتمشي مؤطرة بشكل كبير نحو المرمى. ضربة الزاوية الآن، ضربة تضيع كرة لا تغامر وأنت الأخير يا صديقي، لا تغامر وأنت الأخير يا صديقي. مروان رفيق رغم انه صغير في السن الا انه تنقصه بعض الخبره، لكنه كبير في العطاء. لا تكرر مثل هذه الاخطاء يا صديقي في خط الدفاع، وخصوصا انت الاخير. نعود للمباراه. كره عند دريس. تأخر في تنفيذ الركلة الحرة كتعطي بعض الوقت للفريق الصخيري. كرة تدخل فريق الصخيري. فريق الصخيري اللي صراحة تدخل في المباراة بشكل جيد وجيد جدا. الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، أعطاه واحد الدفعة معنوية باش يواصل المباراة بواحد الريتم اللي جيد وجيد جدا. نعود للمباراة. المباراة الآن ستحسم على جزئيات بسيطة. فينال صراحة اللي وفى بكل الوعود اللي كنا كنتسناوها. مصطفى اظن سيأتي الجديد. مصطفى الى تماس ضغط يمارسه فريق ولاد عمارة على فريق صخيري. سيتحمل الضغط فريق صخيري. سنرى اطوار المباراه. ومصطفى تمر محاديه للمرمى. الان رجع لنا صديقي وزميلي في القناه الاولى سرات. زميلي سرات، كيف ما شفتي الهدف جا في الدقائق الاخيره ديال الشوط الاول، اثر سلبا على فريق ولاد عماره. لكن ولاد عماره الان رجعوا في المباراه وبداوا كيمارسوا ضغط رهيب جدا على فريق إذا تعود لفريق صخيري. فريق صخيري اللي كيأدي مباراة بشكل رائع. تجانس كاع الخطوط. إسماعيل اللي كيتدخل. بدات الالتحامات عادية. تعود لحسن رغم تلقيه الهدف ديال التعادل، إلا أنه مازال ثابت في الأداء ديالو. الحكم العربي يعلن عن خطأ لفائدة إسماعيل، خطأ قريب من مربع العمليات. هل سيأتي بالجديد أم لا؟ سنشاهد ذلك. خطأ سينفذه مصطفى أظن. إذا محمد الطرطوبي كنت أتمنى أن ينفذه هو، لكن مصطفى سيتقدم. سيأتي بالجديد. قلت لكم أتمنى أن ينفذه هو. كرته تمشي مؤطرة بشكل جيد للمرمى، تشكل خطورة مما كان على حارس فريق الصخر، لكن حارس الصخر بأداء ثابت في المباراة يتدخل بشكل بطولي. حارس الصخر صراحة هو أيضا حارس المستوى الكبير، حارس رائع، حارس اللي بصراحة نقض الفريق ديالو. خطأ سيدي الحكم، خطأ سيدي
سيدي الحكم خطا سيدي. لا 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 لا, لا نريد مثل هذه التدخلات العنيفه. نريد ان تمر الاجواء بشكل جيد. نريد ان تمر هذه الدوره الرمضانيه مرور الكرام. الان بدات اللجنه المنظمه في 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 تنظيم الجوائز من سيفوز بكاس البطوله. سنرى ذلك. كره عند فريق صخر ضربه خطا من مكان قريب. هل ستاتي بالجديد؟ اظن انها ستاتي بالجديد. كرة لم تمشي بشكل جيد. كرة ليست مؤطرة. حسب موقع تي في سبور فإن الحارسان حسن هو حارس فريق صخر لديهم تنقيط جيد حتى الآن في البطولة. لم يتلقوا أهداف كثيرة صراحة. الكلين شيت ديالهم كنتنبأ لهم مستقبل جيد صراحة. حارسان بالمستوى الكبير. حارسان هما الآن الترمومتر ديال المباراة. حارسان كيقدموا مباراة رائعة. كرة عند يحتفظ بالكره بشكل جيد. لعب صراحه جسمانيا وايضا يربح كل الثنائيات. كره طويله كره طويله. لن تاتي ولدي بهذا. لا 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 لن تاتي بالجديد لن تاتي بالجديد. كره كترجع كره كترجع. كيفاش الصغير الفتى الصغير يلعب بالنار. الفتى الصغير سيخرج زملائه من المباراه. ما نساو الصراحه الحكام. الحكام اللي كيأدي المباراه بشكل رائع. تدخلاته محسوبه بالورقه والقلم. تضيع تضيع تشادي تشادي. زاوية زاوية اللي أظن أن ليس هناك خطأ. من تقدير الحكم ليس هناك خطأ. إصابة اللاعب أيوب. أيوب الآن اللي مستلقي على الأرض. تدخل أظن أن اللجنة الطبية ستدخل إلى الملعب. صراحة المباراة تخبي إلى الشيء الكثير. وأظنها ستذهب إلى الأشواط الإضافية. وأظنها ستذهب إلى الأشواط الإضافية. اسمعين.